مفيش بقى لزوم نحط الحاجات اللي يقول لك ايه، حط معجون سنان، حط معجون سنان وشيله على رجلك على ايدك كده فتره، تيجي نشف تيجي تشيله بقى انت بتشيل طبقه من الجلد اللي لسه ما اتحرقتش، ما كانتش اتحرقت، بتحول الحرق السطحي الى حرق عميق. ما تحطش زبده، ما تحطش زيت، كل الحاجات دي بتيجي تشيلها مزعجه جدا، زائد انها مش معقمه مش نظيفه، وكريم الحروق مش غالي، بس وجوده في البيت هيمنع ان يحصل مشاكل كتير بعد كده. اتكلمنا على مفهوم خاطئ اخر في علاج الحروق الحديثه اللي بتحصل، الحروق المنزليه.